رجعت معكم مشاهدينا وصار وقت ايت سمارت. صباح الخير. صباح النور تينا، كيفك رندا؟ كثير منيحه، ماشي الحال؟ كتر خير الله. اليوم عندنا خبريه اكيد قبل ما نفوت بحديثنا. اكيد اول شيء بحب اذكر المشاهدين دائما فيهم تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، حطوا لايك بكونوا عم بتابعوني. اليوم خبريتنا العلاقه ب نحن علاقتنا مع الاكل وهالشيء تاثيره كمان على علاقه اولادنا مع الاكل وبالنتيجه على صحتهم. هذه الدراسه كانت عم تحكي على اهميه الاولاد انه يتناولوا الماكولات بالالياف. وقت عم بحكي على الاولاد هون عم بحكي على الاولاد اللي هن حتى الاطفال اللي هن قبل عمر الثلاث سنين. وتبين انه هالاطفال كثير كثير مهم انه هو نعطيهم اشياء اللي هي بتحتوي بري بايوتكس، اللي هي بالنتيجه رح تخلي البكتيريا الجيده هي اللي تنمى مزبوط بمصارينهم، وبيكون عندهم هالبكتيريا اللي هي عددها مزبوط ونوعيتها مزبوطه. وهالشيء رح ياثر على صحتهم بالكامل، على كل حياتهم. فهي رح تأثر على جهازهم الهضمي، رح تأثر على عن جد ما يكون عندهم مشاكل الإسهال، أما مشاكل الكتمان. وبنفس الوقت رح تساعدهم على جهاز المناعة الإميون سيستم. وهيدا الشيء مثل ما قلنا نحن بلشناه هن وصغار ورح يضل معهم بكل حياتهم. هلا هالبريبايوتكس نحن رح نعطيهم اياها للاولاد من خلال الرضاعه، ومن خلال عم نحكي هون قبل عمر الثلاث سنين، ومن خلال وقت نبلشهم بالاكل نعطيهم الاكل بالالياف. هلا الاكل بالالياف تينا يعني وقت انا بدي بلش عم بعطيهم التفاحه، وقت اعطيهم الانجاصه، وقت يقدروا هن يبلعوا القشره بدي يكون عم ببرش لهم اياها وكون عم حط كمان القشره معها. بالالياف وقت اكون انا عم بعمل لهم المجدره كون عم بطحنها وخلي القشره بقلبها. فهم كله هيدي الاشياء نحن عم نزيد لهم الالياف. طبعا كل ما انا عم بعطيهم خضره، كل ما عم بعطيهم فواكه، انا عم بعطيهم الالياف للاولاد. كل ما انا دخلت ببيتي وقت بلشوا ياكلوا ترتين اعطيتهم قبعه الخبز بالحبه الكامله، فهون كمان عم دخل لهم الياف. ومن هون تينا انا ربطت كل الخبريه بنحنا كيف ببيتنا طريقه تناولنا الاكل، هالشي بياثر على اولادنا وبياثر على صحتهم. فاذا انا بدي بلش من حالي لكون هون عم روح على صحه اولادنا. يعني انت عم بتشددي انه البريبايوتيك بهالعمر اكثر شيء بنلاقيه بالالياف. ما جبنا سيرة اللبن ومشتقات اللبن؟ نعم، أنا وقتها كنت عم ليش بهالدراسة هالشيء اللي حكيتيه كثير مضبوط، بس بهالدراسة هون كان في كمان تشديد على الأم إنه ترضع. نعم. فهون كان المصدر يعني الحليب، أما مصدر الدير يكون من خلال الرضاعة، وبعدين أكيد بنكمل من طريقة الألياف. نعم. هلا طبعاً هون بعمر معين رح يكون في رضاعة، ولكن بعدين أكيد اللبن من المصادر اللي كثير مهمه. معك حق بالبريبايوتكس كمان. حديثنا اليوم عن اي موضوع رندا؟ حديثنا اليوم نحن بعدنا بفتره الصيام وقررنا نحضر الهامبرجر الصياميه مثل ما نحن رح نشوفها قدامي. نباتيه يعني رح تكون؟ مضبوط، القاطع النباتي الفيجن بدي اقولها. فهون مثل ما شايفه اللون الاحمر هو الطاغي لانه هيدا لون الشمندر طبعا. فانا حتى اعمل هيدي الباتي اللي نحن شايفينها هون قدامنا رح يكون عندي مستعمله انا 3/4 الكوب من الكينوا اللي هي بكون سلقتها، مستعمله هون 3/4 الكوب من الشمندر اللي هو انا الشمندره تركتها نيه وبرشتها، مستعمله نص كوب من الفاصوليا الحمراء المستويه، مستعملة 3/4 الكوب من البصل، مستعملة مع الفطر حتى كوب من الفطر، وحتى نص كوب من الجوز. هلا فنحن طبعا هون بيكون البصل كمان قصينا ناعم، فاول شيء انا اللي بدي اعمله بدي اكون عم حمص البصله بعد ما انا قصيتها ناعم، وكمان هون البهارات اللي بدي احطها حتى نص ملعقه من البابريكا ونص ملعقه من الحر، حتى صغيره طبعا ملعقه صغيره من الكمون ونص ملعقه مخلوط من البهار والملح. فهون قصيت انا البصله
وحطيتها على المقلي، رجعت بعدين قصيت الفطر. نحن قلنا كوب من الفطر مثل ما شايفينه هون الكوب، اذا بتلاحظتينا حتى حطيتهم هون بيطلعوا تقريبا 5 أو 6 حبات من الفطر، هوسناهم مع بعض. بعدين نحن كنا سلقين الفاصوليا الحمراء وبنحطها فوقهم وبنكون عم نخلطهم كلهم سوا، واذا بدنا بدنا نحطهم بالبلندر. حلو. هون الشمندر رجعنا برشناه وحطيناه كمان معهم، ومثل ما قلنا حطينا الكينوا، هذا كله حتى يخليها الكينوا تمسك، وكمان حتى نزيد لها بغذائها حطينا نص كوب من الجوز. فاذا هذا كله انطحن بالبلندر. حاطه قدامي هيدي الطحنه كيف رح تطلع، فطلعت هلا رح ارفعها بتبين الكاميرا، طلع عندي هالمزيج كله. هيدا المزيج مثل ما شايفينه لازم ينحط بالبراد لفترة ساعة ليكون شوي عم يجمد، وبعدين أنا الكمية اللي حكيتها رح تعمل 6 من الباتز اللي أنا عم فرجيهم بقلب البرجر. حلو. سو رح تلقط على بعضها، يعني اللي بتلقط على بعضها بدي ساعدها شوي باني احطها بالبراد. فهون عملت الباتي، وهيدي الباتي بعدين انا بدي ستويها، فالباتيز هول الستة رح احطهم بالفرن وبياخذوا تقريبا نص ساعه بقلب الفرن. حلو. هلا هون رح اعمل شويه اناليسز تينا. فاذا انا بدي احكي على الباتي لحالها، تقريبا هي فيها 135 وحده حراريه، فاذا الوحدات الحراريه فيها كثير قليله. رح يكون فيها طبعا 3.36 جرامات من الالياف، فيها تقريبا هون 4.5 جرامات من البروتين، وكمان هي تحتوي بس على 13 جرام من النشا. هلا هون انا بدي اكل البرجر، فاكيد في اعمل لها مثل العاده البصل، في احط لها الروكا التوبينجز والخبزه 100% الماسترد. وهون حطينا الخبزه، انا الخبزه اللي حطيتها وشايله اللب اللي فيها بهيدي الحجم هي خبزه اللي هي 60 جرام. اذا انا حطيت لها 60 جرام صارت هي كلها سوا، هالبرجر الباتي مع الخبزه صارت عندي تقريبا 336 وحده حراريه، وصار عندي علل البروتين، يعني هالخبزه اللي فيها شوفان، اللي فيها شويه شيا سيد، اللي هي فيها كمان المالتي جرين والحبه الكامله، هي والباتي صار عندي 10 جرامات من البروتينات فيها، وطبعا صار عندي 5 جرامات من الالياف. بعدنا عم نحكي عن اهميه الالياف، وهون الالياف اجت من عده مصادر، يعني اجت عندي من مصدر القمح الكامله، اجت عندي من مصدر ثاني هو كينوا، اجت من المصدر الثالث اللي هو فطر، من المصدر الرابع اللي هو الفاصوليا. حلو. ومن الشمندر كمان. غنية رندا الباتي. مزبوط مزبوط تينا. أنا اليوم رح أحكي على شوي هيدي الباتي، مشان هيك أنا ما عملت كتير ريسيبيز حتى أكون عم ركز على حسنات وفوائد كل شغلة نحن عنا إياها. نحن هون دايما أنا وقت أحكي على الفيجن دايت بحب ذكر أنه نحن بحاجة وقت نكون عم ناخد البروتينات، نكون عم ناخد البروتينات الكاملة، يعني فيها الأمينو أسيدز، الأسيد الأمين الكامل. نعم. هلا هيدا الاسيد الامين اللي نحن بنقول لازم ناكله، يعني جسم ما بيفبركه ولا، واذا فبركه بالكميه المضبوطه هن 9. ونحن بالاكل النباتي اوقات بناكل اكله الا ما يكون فيها ناقص نوع من الاسيد الاميني، ولكن بتجي الاكله الثانيه اللي هي بتعوض هالنقص بالاسيد الاميني المعين. فاذا وقت احكي انا على الفاصوليا، فاصوليا فيها كمية كتير بتجنن من البروتينات، ولكن وفيها أمينو أسيدز، ولكن فيها نوع من الأسيد الأميني الناقص اللي هن بنقولهم السلفر أمينو أسيدز. بينما بتجي عند الخبزة اللي هي بتكمل في عندها الأسيد الأميني، في أشياء ناقصة اللي هي موجودة بالفاصوليا، مشان هيك بقول أنا الفاصوليا مع الخبزة كملوا بعضهم، هي دايما عم بذكرها. هلا كمان هون وقت احكي على الكينوا، ليش بهالفتره برجع بركز على الكينوا وشو الفرق هون بالتحديد؟ في فرق بينه وبين البرغل، اللي هو انا كثير بحب البرغل وغذائيا بجنن، ولكن الكينوا بتفرق عن البرغل بشغلتين اساسيتين. الكينوا ما فيها جلوتين، هلا انا هون ما عندي مشكله بالجلوتين لانه اوريدي في الخبزه، انا حطيت الخبزه، بس انا عم بحكي بالاجمال الكينوا ما
بتحتوي على الجلوتين، والكينوا صحيح هي بروتيناتها مش كتار، مش مثل ما العالم بتفكر انه هي كلها بروتين، هي فيها نشا وبروتين، ولكن شو اللي فيها بيميزها انه هالبروتينات هن فيهم الاسيد الامين الكامل، وهيدا كمان اللي بيفرق عن البرغل، لانه البرغل فيها اسيد اميني ولكن منه كامل. فاذا هون بتجي عنا ليش بتلعب دوره وبتلعب دوره عند الفيجنز. نعم. هلا لانتقل هون للفطر، والفطر كمان هو من المأكولات النباتية، اما الفيجن اللي هو فيه الأسيد الأمين الكامل، فهيدي كمان من حسنات الفطر، وانا حكيت كثير عنه من قبل، ولكن اللي بدي اقوله اليوم انه هو فيه الاسينشال امينو اسيدز، الأسيد الأمين. كثير بنشوف الفطر موجود بالوصفات النباتية اللي بتكون بديلة لوصفات غير نباتية، زي ما نقول. مظبوط تينا، لعدة أسباب. أولا لأنه عم نحكي على الأسيد الأمين، بنقول الكامل اللي نحن بحاجة لإله. أوكي، ولكن كمان إذا بتحسي ملمسة للفطر منه، هي بتلبق بالأكلات ومنه أنت عم تاكلي مثل كأنه عم تاكلي اللحم الناعم. فهون مثلا حتى نحن عم نطبخ السبانخ، فينا نكون عم نفوت له الفطر بدل اللحمة. حلو. نحن عم نطبخ المعكرونه وعم نعمل لها الصلصه تبعولها، كمان بيدخل الفطر والى اخره بعده. هون اذا بدنا نضوي شوي على الفطر الطازه ومقارنه بالفطر المعلب. نعم. في كثير فرق، مش هيك؟ اذا عم نحكي كغذاء. اي هلا حتى تينا وقتها عم نحكي عن اشياء معينه بالفطر، هو مش كل انواع الفطر فيها نفس لنقول موانع التاكسد. فنحن حتى الفطر الابيض اللي عندنا هو شوي في اقل موانع تاكسد من البورتابيلو مثلا او غير انواع من الفطر، ولكن اذا بدي احكي على الالياف، هو بيحتوي كميه الياف عاليه، وبنعرف هالشيء قديش هو صحي لنا. اذا بدنا نحكي على البروتينات، هو في البروتين رح سميه بروتين الكامل، وبالحقيقه تينا هو اذا كان طازه، اما اذا كان معلب، اذا انا هدفي احكي على البروتين موجود بالاثنين. والله. ايه. اوكي. وكمان هون انا بحب دائما نوه انه طب اذا انا يمكن ما قادر اشتري طازه لعده اسباب، ما قادر روح على هالمحل اللي عم يوفر لي طازه، اما ماديا ما قادر اشتري طازه موجود بالعلبه وهو ارخص. هالشيء رح اقول لكم انا اليوم انه لا، روحوا اشتروه، لانه رح يكون عم بالقليله عم يوفر لي البروتينات حتى لو كان معلب. حلو. هلا طبعا طعمته هو طازه وشكل وطريقه مختلفة كثير مختلفة، ولكن مش غلط انه نحن نجيبه معلب. حلو. رح نضوي على الشمندر؟ يلا نضوي على الشمندر. وبالشمندر هلا موسم الشمندر لانه اكزاكتلي. شمندر مثل ما قلنا هلا كمان فينا ندخله بكل الوصفات. هيدي باتي فوت لها الشمندر، في اعمل حمص بطحينه فوت كمان معه شمندر، في اعمل شمندر حطها بسلطه الروكا. في الشمندر لحاله ينحط له الحامض الملح والزيت ونكون عم ناكله. فاذا هون الشمندر مزبوط هو من الاكلات اللي فينا نحطها بعده اكلات. هلا لاحظنا انه بهيدي وصفه الباتي تبعت البرجر النباتي انت مدخله شمندر ني. مزبوط. وعم نشوف اكثر واكثر عم ندخل شمندر ني باكلات، يعني خاصه سلطات، مش دائما عم نسلق الشمندر. مزبوط مزبوط. هلا دائما تينا وقت نحكي على الاشياء النيه هي فوائدها الغذائيه، خصوصا كمعادن وفيتامينز، وخصوصا لانه نحن عندنا كثير فيتامينز بيدوبوا بقلب المي. فمشان هيك نحن هون اذا كانت نيه ما عم يروح هالفيتامينز منها. فهيك الشغله الثانيه انه اوقات هيدا بنقول له التكستشر، انت عم تهلكي الاشياء وقتها تكون نيه، كمان هون نحن بدنا اكثر طاقه لنكون عم نهلكها، اللي بدي اقوله انه فيها تشبع اكثر. مظبوط. بتاخذ وقت اكثر لان مظبوط، وفيها تحرق طاقه أكتر. خاصة انه الشمندر بعد ما نسلقه بصير كثير طري. مزبوط مزبوط. وفي اشخاص ما بيحبوا هالملمس اللي هو طري. أيه. فاذا هون الانسان بيختاره مثل ما بده. هلا طالما انه فوائد موجوده وما طبعًا. بيضر اكيد طبعا. هلا رح كمل احكي في كثير اشياء احكي عن الشمندر، ولكن تينا دائما بذكر المشاهدين اذا حدا بحب يتصل ويسال حيلا سؤال نحن دائما موجودين. بعرف اذا بتعطي رقم التليفون. رح يقطع الرقم على الشاشه 04444
4444 فيكم تتصلوا فينا هلا اذا عندكم اي سؤال. تينا فبهالوقت انا خليني كمل عن الشمندر. هلا الشمندر نحن اكثر شيء عم ينعطى لانه هو في مادتين كثير مهمين، في ماده الفوليك اسيد اللي بنعرف هي قديش مهمه للقلب، قديش مهمه للامراه الحامل انه تكون محصنه بالفوليك اسيد كرمال ما يصير في تشوهات للجنين. هي من ميل. من ميلة تانية الشمندر بيحتوي على كمية من البوتاسيوم اللي هي كتير عالية، فإذا هون هيدا حماية منه، حماية ضد أنه يرتفع الضغط عنا. وبنعرف نحن كمان البوتاسيوم هو معدن ونحن من حاجة دايما للمعادن حتى يكونوا عم يساعدوا كمان الكالسيوم عنا كرمال تقوية العظام. فإذا هيدي كمان إذا بنطلع بنلاقي فيه كمية عالية من الفوليت ومن البوتاسيوم بقلب الشمندر. هلا شمندر كمان اذا بدي ضوي عليه وعم نشوف ليش بنطلب للرياضيين انه ياخذوا شمندر، نطلب للاشخاص مثلا اذا عندهم استحقاقات معينه بفحص معين بدهم يروحوا يقدموا فحوصات هيك جديه انه يكونوا عم ياخذوا الشمندر، لانه دراسات كثيره بينت الاشخاص اللي هن كانوا عم يشربوا عصير الشمندر، لانه دراسه انعملت على العصير بعتقد لانه اهين واحد ياخذ كميه اكثر، فبالعصير كانوا عم يعطوهم للرياضيين، رح احكي عن الرياضيين، كباية عصير هي 500 مليلتر، فإذا هي من قد كبايتين 250 اللي بنحكي عنها، وكانوا عم يعطوهم إياهم بخلال 6 أيام قبل شيء مباريات اللي عندهم إياها، وخصوصا هون كانت للعدائين، أما الأشخاص اللي هن بنقول لهم سايكلست بيركبوا على البسكليت وبيكون عندهم، خصوصا الأشخاص اللي بيكونوا عم يشتغلوا على طلعات يعني. فهون تبين انه هول الاشخاص اللي صار معهم انه تعبهم خف بنسبه 20%، وقديش هن الانديورنس تبعولهم طاقتهم عليت كثير، وتبين انه حتى لو كانوا مرنين نفس التمرين وعندهم نفس القوه العضليه اللي شرب شمندر هو اللي كان رابح بهالمباريات. حلو. رح ناخذ اتصال رندا. الو بونجور. اهلا وسهلا. ماركو معي. يا هلا ماركو. بحياتك بدي اسالك عن الشمندر. انا عمري 76 سنه، اذا كل يوم بدي اخذ حصص شمندر مشوي او مسلوق هل بيعلي السكر عندي؟ نعم. بس وبعدين بدي اسالك انه الريسفيراترول اذا اخذته كل يوم الي انا 4 شهور 5 شهور عم باخذ هذا مانع تاكسد فيتامين، هل بيضرني ولا بقطع عنه شوي؟ نعم. أوكي. السؤال المدام كتير مهم عن الشمندر والسكري رندا، لأنه كلنا بنعرف أنه الشمندر فيه سكر، ما جبنا سيرة هالشي بعد 100%. فمشان هيك أنا دايما المشاهدين بيضلوا يذكرونا بالشي بيكون طبعا عم يساعدونا. في عندي هون راس الشمندر الزخطور، أوكي، هذا الوسط. هون اللي عم بحكي عنه إذا بدي أحكي عن الوحدات حرارية فيه، هو في تقريبا 44 وحدة حرارية، وإذا بدي أحكي قديش هو بيحتوي على النشويات، هو بيحتوي على 8 جرام نشوي. هلا اللي بدي اقوله انه الشمندر بيحتوي على النشويات، ولكن هو لانه بيحتوي على كثير الياف، فاذا هو من النشويات اللي نحن بننصح فيها وبننصح فيها مريض السكري وما بده يخاف منها. حلو. هلا السؤال هون بدي ارجع نوه، هل هو بيعمل سكري؟ هل هو بيعلي السكر؟ فاذا اذا انا ما عندي سكري ولا ممكن يكون عم يعلي، عم ياثر عندي ويكون عم يعمل سكري. لا. لا. ولا بس ممكن. الشخص اللي عنده سكري، الشخص اللي عنده هو اذا بدي اقارنه هو، او مثلا بدي اقارنه انه الشخص بده ياكل معكرونه، اكيد خليني اروح اكل الشمندر هون، لانه بيحتوي على الياف كثير كبيره، فاذا انا في اكله وهيدي الالياف رح تساعد انه الانسولين ما يعلى بسرعه بجسمي. هلا اذا انا كنت مريض سكري وعم باخذ انسولين، اكيد دائما بدي احسب كميه النشويات
الفعاليات اللي هي موجوده فيه. سو بدي احسبه كحصه نشا مثل اي حصه؟ هو منه حصه نشا، اذا انا عم بحكي على هيدا الراس الصغير هو تقريبا نص حصه من النشا، نص حصه كمان. نعم نعم حلو، بس انه بدنا نحسب له حساب. اكيد بدنا نحسب له حسابه. نعم. مثل كل شيء. نعم. بدي جاوب على سؤال ريزفيراترول. يلا. ريزفيراترول هو منه فيتامين، هو سبلمنت بنقول له متمن غذائي اللي هو من موانع التاكسد، هو كثير منيح للصحه. مبدئيا عم تاخذي مارجو لك 4 أشهر على الاكيد ما بيضرك، فيك تضلك عم تكملي. نعم. كمان اتصال. الو. الو بونجور. اهلا وسهلا. بقدر احكي مع؟ اكيد. شو سؤالك؟ تفضلي. اكيد. انا عمري 72. عمر كله. كان وزني 57 كيلو، بس عم باخذ تروفانيل 25، زدت 4 كيلو وعم يطلع السكري معي، مش لازم زيت. نعم. ما عم باكل شيء، اكلي هو زيته. نعم. بتروق الصبح قبعه والظهر غدا فنجان رز مع هيدا، وعشيه قبعه صغيره. نعم. قمحه. نعم. بقى بدي اسالها للمدام شو لازم اعمل تنزل هالاربع كيلو اللي طلعته؟ هلا في علاقه مع الدواء رندا؟ دائما تينا في عنا باجسام معينه بيتجاوب جسمهم انه ينصحوا من خلال تناول ادويه معينه. هلا هون نحن اجمالا اجمالا الادويه ما بتزيدنا 4 كيلو. هلا هون يمكن يكون عندنا زياده بالمي، يمكن يكون عندنا زياده بالدهن، فانا مهم اعرف هالزوده من وين اجت وكيف هو بقلب جسمنا نحن شو هو اللي زاد. نعم. لكن اللي بدي، لانه ما عندي وقت اليوم، اللي بدي انصحك مدام اهم شيء هي الحركه. بتعرفي نحن كمان وقت واحد عم يكبر بالعمر العضل عنده عم يخف، فحتى الكميه اللي كان عم ياكلها قبل ممكن تاثر. ايه صارت عم تاثر، وزدنا فوق انه عم ناخذ الدواء. فانا هون بنصحك اذا ما بدك تخففي بالاكل بدك تزيدي بالحركه، ولانه كان بقلب البيت زيدي عدي خطواتك. اكيد. زيدي كل يوم، فرضنا انت بتشتغلي بالبيت وبتحركي كل يوم، زيدي بالقليل شي 3000 خطوه. حلو. هذا الشيء رح يساعدك. ثانك يو رندا لهالمعلومات، وقدرنا نجاوب على بعض الاسئله كمان. رح ناخذ وقفه، انا باقي معكم بعد البريك مع مارك بنيتشر.